يا رب تكونوا بخير. هنعمل النهارده سينب. المقادير بتاعته بقى ايه؟ عندي معلقه صغيره بيكنج باودر، وعندي ربع معلقه صغيره ملح، وعندي معلقه كبيره خل، وعندي معلقتين سمنه، عندي كوبايه لبن، وعندي معلقه كبيره خميره في معلقه سكر ونص كوبايه ميه دافيه، وقلبتها فيها عشان اشوف اعرف الخميره شغاله ولا لا، وغطيتها شويه لما تفعلت وعملت الفوم ده. وعندي بيضة ودقيق، ايه 4 كوبايات دقيق. ايه هنعجن بقى، بسم الله ونعجن مع بعضنا كده العجينة. بسم الله الرحمن الرحيم. هجيب ايه اللبن الأول اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. هنزل بكوبايات اللبن، مش هحط اللبن كله، هشوف العجينة معايا. هنزل بالخميرة، اللبن طبعا دافي. بسم الله الرحمن الرحيم. كوباية الخميرة اهي، هي نص كوباية مية ومعلقة سكر، معلقة كبيرة سكر ومعلقة كبيرة خميرة، باكو يعني خميرة. نقلب بقى كله مع بعضه. بسم الله الرحمن الرحيم. هحط معلقة الخل اهي على البيضة واضربها كده عشان ايه افكها من بعضها كده، اقلبها. وانزل بقى على بسم الله الرحمن الرحيم العجينة. هحط شوية فانيليا، فانيليا عشان ايه ورقة فانيليا. نحط بيض، لازم نحط فانيليا والخل. انزل بال ربع معلقة ملح عشان تدوب في قلب الخليط، وبعدين انزل بالدقيق. بسم الله الرحمن الرحيم. 4 كوبايات دقيق او نص كيلو دقيق. البيكنج بودر معلقة صغيرة تتقلب. هكمل العجينة بمية عادي، لو لقيت العجينة يابسة معايا كل دقيق بيختلف عن التاني هكملها بمية. هفضل اتوه الاول، اضيع الدقيق في البيض كله ببعضه كده. لو عندك عجان بقى عجيني بيه، ما عندكيش بقى نعجن كده بايدينا. ابتدي الم العجينه كده بايدي كده، هعجنها كويس. بسم الله الرحمن الرحيم. اخر حاجه بقى معلقتين السمنه، اخر حاجه بحطهم على العجينة. بس اللبن لما اجي احطه ما احطوش كله عشان العجينة ما تبقاش معايا لينة واضطر احط دقيق تاني. بسم الله الرحمن الرحيم. اخد السمنة بقى اهي، الم بقى العجينة. معلقتين شايفين بقى عجينة معايا، شايفين العجينة طلعت من البولة اهي، اكن البولة مغسول. العجينة اهي اغطيها بقى، هلمها اهي، عجينة مفتوحة يعني، شايفين لا هي يابسة قوي ولا لينة قوي، عشان هفردها واحشي. بسم الله الرحمن الرحيم. هبتدي بقى اغطيها واسيبها تخمر. هبتدي اغطيها. الحشوة بقى هي
عبارة عن ايه؟ كوباية سكر، الحشوة اللي هنحشيها بعد ما تخمر نفردها، كوباية سكر ومعلقتين زبدة ومعلقتين قرفة ومعلقة عسل أسمر بدل السكر البني، هنحط العسل الأسمر على السكر بس، هسيبها تخمر بقى وترتاح العجينة. العجينة خمرت معايا اهي، غطيت عليها حوالي ربع ساعة يعني لما تضاعف حجمها اهي. ده بوكس بقى. هجيب الحشوه بقى اهي اللي انا هحشي بيها السينابون، الحشوه اللي هي كوبايه السكر، هحط عليها معلقه عسل اسمر، عنده سكر بني بقى يعني يحط سكر بني عادي او سكر ابيض عادي، مش ممكن تستغنى عن معلقه العسل دي عادي. هحط القرفه، معلقتين القرفة اهوت، واقلب بقى كله مع بعضه، ده اللي هحشي بيه. والزبدة ديت انا هفردها فوق العجينة. هبتدي بقى افردها، بسم الله الرحمن الرحيم، افردها بقى سمكة اهي، نص سنطة اهي، متبقاش السمك ده كده، افردها خلاص اهي. وهجيب الزبدة اهي، تكون الزبدة طرية وحرارة الغرفة، وافردها عليها. احاول اوزعها على كل اهي الجوانب. هجيب السكر بقى والقرفة، بسم الله الرحمن الرحيم، وابتدي احطها عشان الفها بقى حشوات. الريحة جميلة، ريحة السكر والقرفة جميلة. احط كله، ابتدي الفها بقى، الفها بقى رول، بسم الله الرحمن الرحيم. اضغط بقى عشان الحشوة ايه تمسك فيها، وابتدي اقطعها بقى يا اما بفتلة يا اما بسكينة تكون محمية اوي. هكون جايبة صينية ودهنها زيت او فرشها ورقة خبز، نرصها بقى كده اهي، احاول بس ما ابعدها عن بعضها شوية، ما تخناش قوي عشان تستوي معايا السكينة اهي. اقطعها كلها بقى قطع متساوية عشان تستوي معاك.
طيب اقطعي بالراحة كده، مش مشكلة عليها. تنزلي بالسكينة كده هاتي المشاة كده سمنة وادخلها الفرن على طول بقى على 190 درجة. اكون مولعة الفرن قبلها، ولعلها من تحت واحطها على الشبكة في النص عشان تستوي ووشها ما يحمرش قبل ما تستوي. بس كده وديها الفرن بقى. شايفين يا حبايب قلبي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على النبي. شايفين 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 الجمال ده؟ شفتوا القمر ده؟ شايفين طالعة عاملة ازاي السينابون؟ شايفين طالعة جميلة ازاي؟ اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. شايفين الجمال؟ مستوية بقى جميلة جميلة جمال، ولا الريحة بتاعتها خطيرة. اعملوا لايك بقى وشير واشتراك للقناة حبايبي. شايفين بقى احنا عاملينها بقى الصوص ده، اتعملت لها الصوص ده بقى نص كوباية لبن ونص كوباية مية، وقلبتهم على البارد، ورحت جاية حاطة معاهم معلقة لبن مكثف محلي، ومقلباهم مع بعض، بس ما تقلهمش على النار قوي عشان ايه ما تبقاش تقيلة معاك. واسيبهم بقى. بسم الله الرحمن الرحيم. عايز بقى يجيب جبنة كريمي ولا اي حاجة، ما شاء الله الطعم خطير والريحة خطيرة. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. جربي طريقتي بقى خطيرة. حطيت بقى جبنه كريمي ولا حطيت اي حاجه. الصوص بقى اللي عملته جميل وطعمه وريحته جميله، حطيت عليه ظرف فانيليا عشان يديله ريحه حلوه. اسقي بقى بقى كله. طبعا سويتها في الفرن كويس قوي، شوف هتستوي معاك كويس قوي. وبعدين تحطي لها الفرن، تولعي لها الفرن من تحت، لما تحمر من تحت تولعي لها من فوق عشان وشها يحمر. ريحتها خطيرة. فيها شوية صوص شوكولاتة بقى. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على النبي. عايز بقى يحط فراولة برضه، صوص فراولة. شوية صوص فراولة بقى. اللهم صل على النبي. الجمال ده، الجمال والحلاوة دي، الله الله الله. اللهم صل على النبي. جميلة. شايفين الجمال ده؟ خطيرة. اتفضلوا بقى معايا بالحلو والشفا حبايبي. احلى متابعين. بسم الله الرحمن الرحيم.